بحال ياسين كاع ما تيقرا القران. ورا فرصه هذه نرجعوا لله، نرجعوا لله، ربي عطانا واحد الفرصه اننا نرجعوا لعندو، اننا نفكروا فيه، اننا نجبدوا القران، اننا نقراو، اننا نذكروا، اننا نرغبوا ونرغبوا ونحذروا ونرغبوا، لان ذنبنا دايرين الذنوب ودايرين المعاصي ودايرين شي حوايج اللي ربما الله ما راضيش عليهم. هذه فرصه باش اننا نرجعوا لله ونتوبوا لله، والابواب ديال التوبه راه مفتوحه. ولو دير اللي بغيتي دير في المعاصي، كون على يقين راك الا رجعتي لله وتبتي لله ان الله غادي يحل لك البيبان ديالو طبيعي الحال. ونتمناو الخير للجميع، ونتمناو العلي مرتي واحد، ونتمناو تجينا شي اخبار في القريب العاجل، في القريب العاجل انهم بقاو ان ربي سخر هاد الدول لهاد العلماء ولهاد الاطباء ولهاد الشيوخ الكبار باش انهم يلقاو الدواء، وانه يتشافى جميع العالم كامل بغينا يتشافى كما كان المشارب ديالهم والانتماءات ديالهم، بغينا كلشي يتشافى باذن الله. السلام عليكم خوتنا المشاهدين والمتتبعين ديال قناه محبوبه تي في، نتمنوا للجميع يكون بخير وعلى خير، ونتمنوا سيدي ربي الحبيبي يبعد علينا هذا الوباء، ونتمنوا ان ربي يفاجينا في اقرب الوقت ان شاء الله باذن الله، باش اننا هاد العلماء ديالنا وهاد الاطباء ديالنا ربي زعما يلقاو الدواء باش انهم يشافيو لنا الجميع، يشافيو جميع المرضى. وكما شفتوا خويا السلام ان شاء الله غادي يقرا لنا شويه ديال القران ما تيسر من الذكر الحكيم، ونتمنوا هذا الشيء اللي غادي نقدمه لكم اليوم يعجبكم. وحنا بحكم احنا صايمين اليوم، بغينا هذا الصيام ان شاء الله يكون يكون صيام الخير وصيام ديال انه يتصدى لهذ الامراض وهذا بجهد الله. حنا نتمنوا هذا الشيء يقبلونا الله لينا ولكم والجميع. وخويا عصام غادي يقرا لنا شويه القران، وغادي ان شاء الله نعاود ندعو مع الجميع ان شاء الله، ويكون الخير ان شاء الله يا سيدي ربي. وتحيه لخويا عصام يقرا لنا شويه ديال القران ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار
النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يحمي والدينا. نطلبوا الله يكونوا كاع الشباب بحال خويا بسلام تبارك الله حامل 60 حزب بقى يعني حامل كتاب الله تبارك الله عليه في المستوى قارئ عنده ما يقول انتم شفتوا الصوت كيدير انا والله الا طرب والله الا بكيت من الداخل قسما بالله بهذا الخشوع يعني بهذا القراءه تبارك الله الرائعه تحيه ليه وتحيه كاع الشباب اللي بحالو واش الكلمه خويا الحسن حتى هو كما قال حسن هذا النهار هذا كان تضامن على المغاربه كامل لاننا نصوم هذا النهار ديال الخميس ونتقربوا لله اكثر واكثر وجبنا الاخ اسلام الحمد لله باش يقرا لنا ما تيسر من القران الكريم وصمنا وغادي نشارككم المائده ديالنا ونتمنى والله يزين هذا الوباء هذا الناس كثار الناس اللي الصراحه واخد الحيطه والحذر والحمد لله الحكومه ديالنا والشعب وكل شيء نايض داير حملات حساسيه على كل شيء مرجوش ونحاول هذا الوباء نديروا له تصدي وما ينتشرش حيت غير انتشر غيكون الصراحه خطير على بزاف ديال الناس اللي غيكونوا علينا وكنشوفوا دول كثار اللي الصراحه عانوا دول متقدمه وعانوا كثار والحمد لله حنايا يعني اتخذنا الاجراءات اللازمه في وقت مبكر وكنتمنوا من الله ربي يشوف حالتنا ويشوف حاله الجميع ويزين هذا الوباء هذا وربي الحمد لله كبير اكيد ما غاديش يخيبنا وكما قريت انا في واحد المجله فرنسيه قالت بان الاسلام ردوا البال وراجعوه ولقاو الحمد لله انظف حاجه هي الانسان مسلم كيتوضا وديك الوضوء كيعطيه واحد العنايه الصحه ديالو تيعطيه واحد النظافه ونستعنوا بالاسلام ديالنا ونستعنوا بالوضوء ونتقربوا لله اكثر واكثر واكيد ربي غيدير الخير ان شاء الله ربي كبير الحمد لله وما غاديش يضيع المخلوقات ديالو وكما قلنا حنا دابا حنا تنشاركوا المائده وهذا النهار صمنا جماعه مويان الدار وكاع الافراد ديال العائله وكاع الناس اللي ولا كان اخويا الحسن ممكن دعوا شويه مع الناس وهذا غير كما قال الحسن الانسان اخي ياسين يرجع لله هذه ربما هذا ابتلاء يعني الانسان يرجع لله ويتوب لله حتى الانسان اللي كندير المعاصي ودا شي زله ولا دار يعني كنا حتى واحد ما معصوم يعني الانسان نرجعوا يعني دي فرصه تعالى الله فعلا اخويا فرصه باش نرجعوا لله ونتوبوا لله واننا نسدوا طريق الله واننا نصليوا واننا نسولوا في الناس المحتاجين وفي الناس اللي ما عندهمش يعني ربما هذا هذا هو اللي كاين يعني ربي بحال عطانا واحد الدرس يعني خصنا نقراو ونتعلموا ونرجعوا لله كما قلت لكم الانسان ترى كندير شي حاجه خايبه ولا شي معاصي ولا شي اثم ولا شي حاجه اللي ماشي هي يرجع الله لان الابواب ديال الله مفتوحه ابواب ديال التوبه بطبيعه الحال مفتوحه خص الانسان يتوب ويرجع الله بطبيعه الحال غادي ربي غادي يستقبلك بواحد يعني غيبسط لك حتى هو اليدين ديالو يعني غير الانسان خصو يرجع الله اخوتي واش نقول لكم تكون واحد البادره اننا نسولوا في الناس اللي ما عندهمش وندقوا على الناس اللي ما عندهمش يعني كشباب حنا كشباب وتكون الحيطه والحذر كما قالت وزاره الصحه يعني الانسان يدير يعطي واحد مسافه الامان ويغسل يديه مزيان ويدير بهذه الوصيه اللي عطاو باش حتى واحد ما يتاذى وحتى واحد ما يتقاس الانسان دوك التجمعات يحاول انه ما يبقاش يتجمع كما قالت الدوله وكما علاش هما سدوا الجوامع راه من المصلحه ديالنا ومن الصحه ديالنا وتشوفوا المصلحه ديالنا يعني حتى حنا بطبيعه الحال نلتزموا البيوت نجلسوا في الديور ديالنا ما نخرجوش كما شفتوا مال الدارات راه انا الوحيد اللي تنخرج انا الوحيد اللي تنخرج ومي تنجي راكم عارفين الغسيل الدراري تبارك الله كلهم راه ديما الغسيل تما عندهم داك البرودوي ياك احسن البرودوي ديما كاين عندهم لانكول يعني ديما لانكول عندهم واحد القرايب يعني الانسان شي يعني راه مسؤوليه هذه راه مسؤوليه خصك تشدها بال الانسان غير ما يخلطش في الدار الانسان غير ما يخلطش في الدار الحمد لله هذه المراحل غيدوزو باش ولكن الا التزمتي الدار الا التزمتي الدار راه ما يفوت هذا المرض هذا الدوله راه قايمه بالواجب ديالها راه يعني هما راهم تيقلبوا يعني راهم تيقلبوا وتيجري وراه ما كرهوش وغتحل ان شاء الله الجوامع وكلشي غادي يتحل ولكن التزموا البيوت راه تما يتحل هذا المشكل وتفوت هذه الضجه هذه وتفوت هذه المعضله وربي غادي ترجع المياه الى مجاريها وكلشي غيكون بخير وعلى خير. بالنسبه اخي حسن الناس مساكن المحتاجين في هذا ضروري خصنا شي مبادره ياسين ضروري غادي نديروها منا حنا للوالي ضروري غادي نشوفوا الناس اللي مساكن الناس سيرتو الناس الكبار في السن الناس اللي كبار وتلقى مريض بالسكر ومريض بالملحه ومريض عنده المناعه ضعيفه مجموعه ديال الامراض
يعني مسكين يعني مهدد يقدر يخرج يقدر يعني هذوك ضروري خاصنا نعمروا سيكان السكر المسائل راكم عارفين الخضره وتديها لوحده الدار من الاوائل اخويا حسن اه وتديها بواحد الوقايه يعني تحضي راسك باش ربما تنقلوا العدوى انك تقتلوا الله يستر فهمتي يعني تحضي تمشي غاسل يديك وديرو تعطيه وتقول له عندك وغسل هذه الخضره غسل يعني توعيه يعني الراجل ما قاريش راه هادشي راه هادشي راه راه بالعلم ماشي بالجهل ما ناخذوش بالجهل ناخذوه بالعلم راه الدين تي راه الدين ديالنا جانا بالعلم ما جاناش بالجهل ربي حنا تنعبدوه بالدين وتنقراو القران بالعلم يعني كلشي راه بالعلم راه هادشي راه يعني الدوله مادام مجنده ودايره واحد المجهود وخايفه يعني راه بالقرايه كما تنقولوا بالمصلحه يعني تنعرفين هذا الفيروس راه صعيب يعني واش هما كرهوا اللي يوميا تيدوروا يوميا 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 دوك الدوريات ديالهم تيدوروا يعني صعيب عليها ولكن تلبن شي حاله بغيتي تيزربوا عليها يقدروا يداويوها المهم تكون في الرعايه ديالهم اما باش حنا ما ينتشرش هذا المرض وما يتزلعش ما يكثرش نلتزموا البيوت ديالنا ونلتزموا بالدور ويجلسوا في الدار ونشدوا القران كاين ما يدار الحمد لله شحال واحد ياسين كاع ما تيقرا القران ورا فرصه هذه نرجعوا لله نرجعوا لله ربي عطانا واحد الفرصه اننا نرجعوا لعندو اننا نفكروا فيه اننا نشدوا القران اننا نقراو اننا نذكروا اننا نرغبوا نحذروا ونرغبوا لان يعني الذنبنا دايرين الذنوب ودايرين المعاصي ودايرين شي حوايج اللي ربما الله ما راضيش عليهم هذه فرصه باش اننا نرجعوا لله ونتوبوا لله والابواب ديال التوبه راه مفتوحه ولو دير اللي بغيتي دير في المعاصي كون على يقين راك الا رجعتي لله وتبتي لله ان الله غادي يحل لك البيبان ديالو طبيعي الحال ونتمنوا الخير للجميع ونتمنوا لعلي مرتي واحد ونتمنوا تجينا شي اخبار في القريب العاجل انهم بقاو ان ربي سخر هاد الدواء لهاد العلماء ولهاد الاطباء ولهاد الشيوخ الكبار باش انهم يلقاو الدواء وانه يتشافى جميع العالم كامل بغينا يتشافى كما كان المشارب ديالهم والانتماءات ديالهم بغينا كلشي يتشافى باذن الله ونتمنوا الخير للجميع وتحيه للجميع كما قلت لك اخويا ياسين نتمنوا من الله تعالى ربي اللي غادي يهز هذا البلاء ربي هو اللي غادي ربي اللي تيعطي ربي اللي تيقتل ربي اللي تينشر شي حاجه ولا بغى ربي يزول شي حاجه يحيدها فرمشتعين يعني في يد الله كلشي ربي لا بغى واحد الحاجه ولكن غير حنا نلتزموا تاعنا يعني ولو الدين ديالنا هكا ولكن التزموا البيوت ديالنا والتزموا الديور ديالنا وما نخرجوش الالتزام هو ما تخرجش من الدار تحلف مع راسك انا والله ما نخرجش قالوا لي ما تخرجش راه غتموت الا خرجتي راك غتموت تيخرج الانسان اللي غيخرج ولا غادي ولا غتجيب شي مرض تقتل دوك الناس دوك الاطفال ولادك تقتل باك تقتل امك كما قلنا ديك النهار يعني الالتزام هو نجلس في الدار نحبس بحال اللي راك في الحبس حاشا ولله ولكن بحال راك في الحبس يعني محبوس يعني جالس في الدار محبوس هذا المرض هذا بمراحل فهمتي حنا على ما يفوت هذا المرض هذا الاولى والمرحله الجاوجه وصلنا للنتائج اللي مزيانين يعني ما كاينش اصابات كثار بحال الدول الاخرين اللي متقدمين وصلنا للمراحل اللي يعني ما شي خطر كبير ولو بقينا غاديين هكا اكيد غادي تكون ان شاء الله حاجه زوينه والانسان ما يقنطش في الدار وخويا عبد السلام شاب الحمد لله يعني حامل الكتاب مازال ما مجوش هو مسكين مازال هو على مازال كتاب الله مازال شاب طموح مازال خدام وخا الصراحه يعني ما اتجهش للاتجاه ديال انه ما لقاش فرصه فين يعطي الصوت الرائع ديالو في شي جامعه او هذا يعني هو تيزاول المهنه بعيده على الفقه والقراءه ديال القران بحكم الظروف اللي عنده وداك الشيء ونتمنى تعطيونا رايكم في الصوت ديالو وعلاش الليله ما كانش شي مبادره من شي جهات اللي غادي يعاونوا شباب بحال هكا الصراحه ويعطيونا هذا الصوت يعني ونتشعب بصوت زوين ديال شباب بحال هكا تمتع تحس بواحد الراحه النفسيه ونتمنى الخير للجميع اخوتي وحنا الحمد لله شاركناكم هذه الاجواء ونتمنى ما نكونش ثقال على قلوبكم جبنا الاخ عبد السلام والاخ علي حتى هو الله يتقبل صيامكم اخويا الله يخليك يكون زوين وخلي لكم راحه الله في الساعه هذه والله يشافي الجميع والله يكون معنا يا ربي ان شاء الله يا رب.